إحدى بطلات مصر في سباحة الزعانف والتي استطاعت خطف الأنظار في بطولة العالم للناشئين والتي انتهت منذ أيام في إيطاليا هي ندى مجدي أبو مسلم. بطلة مصر نجحت في اقتناص المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية في سباق 800 متر السباحة بالزعانف المونو، وبذلك حققت ندى 3 ميداليات فضية بالبطولة. مشوار ندى صاحبة 16 عاما مع السباحة بدأ منذ عام 2013 في نادي النصر ثم منتزه الحلمية انتقالا لنادي الغابة لتتخصص في النهاية في سباحة الزعانف. السباحة المصرية شاركت العديد من البطولات المحلية والدولية وتوجت بالكثير من الميداليات المتنوعة في مختلف المنافسات، بالإضافة إلى الألقاب الفردية بالتتويج بأفضل سباحة في عدة منافسات. طموحات وتحديات تسعى إلى تحقيقها البطلة المصرية ندى أبو مسلم في مشوارها، والذي يشهد استعداداتها حاليا للمشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار في روسيا الأسبوع المقبل، لتواصل تحطيم الأرقام القياسية محليا وعربيا، ليس فقط على مرحلتها العمرية ولكن على مستوى جميع المراحل. يا أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، الفقرة اللي هتنورنا من خلالها يعني لاعبة رغم صغر سنها لكن هي بالفعل استطاعت أن هي تحطم العديد من الأرقام القياسية في منافسات سباحة الزعانف، ويمكن آخر المنافسات اللي شاركت فيها كانت بطولة العالم للناشئين في إيطاليا، شاركت في 4 منافسات مختلفة وحصدت من خلالهم 3 ميداليات فضية. منورانا ندى مجدي أبو مسلم. يا ندى أولا سعداء بوجودك، ثانيا مبروك، ثالثا منورانا. ترتيب ماشي في تنظيم في الحوار. صباح الخير عليك يا ندى، نوار 10 الصبح في الاهلي طبعا. ونبدا من يعني بطوله العالم، لان اكيد الناس حابه يعني تبدا من الكبير زي ما بيتقال، وهي بطوله يعني كل الرياضيين بيتمنوا ان هم يشاركوا فيها، فخلينا نعرف قبل ما تشاركي الاستعدادات كانت ازاي والبطوله حصل فيها ايه بالظبط. طيب اولا البطوله كان عليها قبلها في جمهوريه اختيار منتخب، فأنا ترشحت لاختيار منتخب مصر. البطولة كانت في إيطاليا في ميانو، مدينة ميانو، كانت من 3-9، من 3-9. كنت عندي بالضبط 200 و400 و800 و1500 متر، من 200 ل 1500 متر، دي كانت سباقتي. نزلت أول حاجة علقت فيها 400، دخلت فاينل الهيت، فاينل اللي هي الفاينل هيت احسن 8 ارقام خدت فيها تاني، وبعد كده نزلت 1500 متر خدت فيها تاني، وكان فاضل لي بالظبط ثانيه واخد اول، بس يعني ما حصلش نصيب. واخر يوم كان عندي 800 متر وخدت فيها تاني برده، برده الفرق ما كانش كبير، بس كنت طبعا عايزه احسن من كده، بس الحمد لله ده زي الفل. دي بدايه يعني اكتر من واعده بكتير، ان انت شاركتي بطوله عالم كمان، مش بنتكلم حتى على بطوله محليه. بالمناسبه سمعنا كمان ان انت يعني حطمتي مجموعه من الارقام القياسيه، كان في ايه بقى الكلام ده؟ في ال 400 وال 800 وال 1500. الرقم الاصلي كان كام واللي انت حققتيه؟ الرقم الاصلي كان في ال 400 مونو 3:24. وانت حققتي قد ايه؟ 3:21. اوكي جميل. في ال 800 متر كان الرقم 7:15.7 جبت 7:06. حلو. ال 1500 كان الرقم 14:06، 14 دقيقة. شوف 0.6 فاهم الثانية، اصل هي فعلا الثانية بتفرق فهي لعبة رقمية طبعا. جبت 13:39. هايل، برافو عليك. المسافة كبيرة فبيبقى الكسرة هنا أعلى. أوكي. طب ندى إحنا خدناكي لتفاصيل البطولة بس كان لازم نبدأ بيها، خلينا نعرف الناس أكتر عن ندى. يعني ندى عندك كم سنة؟ بتدرسي؟ بتتبراني قد إيه؟ طموحك في الفترة اللي جاية؟ عايزين نعرف عن ندى أكتر. أنا عندي 16 سنة، بدرس سنة في ثانية ثانوي، داخلة ثانية ثانوي لسه. بدأت سباحة من وأنا عندي 10-11 سنة، بدأ متأخر برضو، مش نسبيا يعني. نسبيا صحيح.
دخلت اول حاجه دخلت نادي النصر، مرنت فيه ما كملتش فيه سنه، بعد كده روحت منتزه الحلميه. بعد كده حصلت مشكله، الكابتن بتاعي نقل نادي النادي، فانا النادي كان بعيد عليا، مش عارف اروح اداوي معاه، فروحت النادي الغابه، ولحد دلوقتي انا فيه بتمرن مع كابتن احمد رمضان. طبعا ليه فضل كبير عليا ان انا اللي انا فيه دلوقتي. بتمرن جيم مع كابتن محمد شاهين، معايا دكتور التغذيه دكتور محمد. يعني انت معاكي كرو كامل، مش فكره بس بطله بتتمرن بس في السباحه، لا لازم يبقى في تيم كامل. ده الصح. في دكتور اشرف برضو ميه من السباحه بس. ولحد دلوقتي ليا طبعا طموح اكبر ان انا اعمل حاجه في بطوله روسيا. عندي بطوله روسيا. انا عايزاك تعلي صوتك شويه. ماشي. عندي بطوله هسافر الجمعه الجايه، بطوله سينيور اللي هم فوق ال 17 سنه. اوكي. صعبه. فارقامي برضو مش بعيده عليهم، يعني انا مصنفه ثالث عالم في 1500 ورابع في 800 متر. ان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي كله باذن الله. طب عايزين برضو نعرف منك، يعني اشمعنى اخترتي سباحه الزعانف تحديدا؟ ايوه. هو يعني زمان قوي كنت دايما بتفرج على التلفزيون، بتفرج على الاولمبياد، دورات الاولمبيه سباحه عاديه. احنا لسه ما دخلناش اولمبياد. فانا كنت بحب المايه قوي، بس نفس الوقت كنت بخاف. فكنت عايزه اتغلب على الخوف ده. فطبعا دخلت سباحه، بس دخلت سن متاخر، كان لازم ادخل بدري عن كده. فحولوني زعانف لوحدهم، هم حولوني زعانف لوحدهم. حلو، حولوني زعانف. هم دخلوني انت البسي زعانف دلوقتي. اوكي. بس فجت صدفه، يعني كنت داخله سباحه عاديه ودخلت. بس انت بتقولي ان سباحه الزعانف لغايه دلوقتي لسه مش موجوده في الدورات الاولمبيه؟ لسه. في سبب لكده ولا؟ بس مش عارفه، بس هي عشان جديده لسه. اوكي. ما ده اللي احنا فعلا قلناه واحنا بنتكلم على الفقرات اللي معانا، لان الرياضه دي مش كومن قوي، ومش ناس كتير يعني ممكن تكون حتى تعرف عنها. فخلينا نعرف منك اكتر عن رياضه الزعانف تحديدا، وبقى لها قد ايه؟ طب وليه مش منتشر زي السباحه العاديه؟ وليه ودوكي ليها؟ هل هي اسهل مثلا؟ يعني ايه الفرق؟ هي عشان اولا بنبقى لابسين ادوات في رجلينا اللي بتسرعنا. في نوعين من الادوات، في سباحه زعانف اللي هي مزدوجه، كل رجل فيها زعنفه. وفي سباحه المونو. المونو دي هي اتنين في واحد. المونو دي معناها ان هي اتنين في واحد، الرجل في زعنفه نفس ركبت ارك. اسمه صعبة. صعبه قوي. يعني عاملين زي الدولفين كده. صحيح. اللي هي زعنفه الدولفين. طبعا. بس انت دي ما مارستيهاش الرياضه دي اللي هي المونو؟ لا، دي هي 400 و800 في 500 مونو. اصلا 1500 بيها. اوكي. طبعا هي صعبه في الاول، بس طبعا مع التعود هتبقى حاجه سهله جدا، حاجه طبيعيه بالنسبه لي دلوقتي. اوكي. وبتعرفي تعومي من غيرها طب في العادي؟ طبعا بعرف. بس لا، يعني استحاله ادخل بطولات واعلق فيها، يعني ده اتحاد وده اتحاد. طبعا لا، انت بقى في الطبيعي، مش انك في بطوله بتعرفي الموضوع ما بقاش اللي هو خدت على ده. لا، عادي. اوكي. طبعا ده اتحاد خالص، ده اتحاد السباحه انتوا عارفينه طبعا، هو بيدخل اولمبياد. احنا اسمه اتحاد مصري للغوص والانقاذ، رئيس كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد، وعضو في الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد المصري والعربي. جميل. طيب ويومك بقى عامل ازاي وانت كمان في مرحله تعليميه كريتيكال شويه ومهمه، وسفريات وايطاليا رايحه من ايطاليا جايه من روسيا؟ طب ودروس اللي خززت دي هتعمل ايه؟ بتمشي حياتك ازاي؟ بتظبطي امورك ازاي؟ طيب انا يومي بيبدا 5 الفجر. اوكي. عندي جيم 5 الفجر. لا، الجيم يوميا 5 الفجر. جيم يوميا 5 الفجر. عندي اجازه جمعه وسبت وخميس. اوكي. 4 ايام جيم في الاسبوع، 6 ميه، 6 سباحه. وفي عندي الفتره دي قبل البطوله طبعا كثفت عشان بطوله عالم وكده، فبقى عندي 3 ايام في الاسبوع، بدل ما اتمرن 800 ميه بتمرن 8 في اليوم. اوكي. يعني 5 الفجر جيم، بعد كده 7 الصبح اطلع من الجيم على الميه على طول. بعد التمرين بيبقى عندي كلاس يوجا ساعات، يعني يومين في الاسبوع. بعد كده بروح
بنزل تاني. عندي تمرينه تانية الساعه. طب هل بتمسي اي مره كده على الكتب اللي انت المفروض تذاكري فيها؟ ما هي بقى يعني احنا في اجازه دلوقتي، لكن بعد كده مش بيسال في الاجازه، لا في العادي. ما هو بعد كده في العادي بقى بدل الوقت اللي بريح فيه بيبقى عندي درس، عندي مذاكره كده. هو ضغط كبير عليكي على كل حال وعلى كل الابطال عامه الرياضيين، يعني التنسيق كمان في الحياه ما بين ده وده وده. نروح فاصل وهنرجع نكمل معاكي. فاصل سريع.